ازيكم؟ ولسه بنتكلم على ايه اللي ممكن نعمله عشان نبقى احسن صورة او احسن اصدار او احسن طراز من انفسنا. ولو مش عارفين بتكلم على ايه، ارجعوا للفيديوهات اللي فاتت وهتعرفوا انا بتكلم على ايه. النهاردة النقطة اللي عايزة اتكلم فيها سيمبل، ان احنا لازم نتعلم من كل الناس اللي حوالينا. كل واحد مهما كانت درجة تعليمه، سواء عالية أو مش قد كده، مهما كان مستوى الثقافي الاجتماعي الأدبي المالي، أي حد عنده خبرة وعاش تجربة غير اللي احنا عشناها ممكن نتعلم منهم أي حاجة. اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نتعلم من أي حد هو ان احنا ما يملناش الغرور، ما نحسش ان احنا أحسن من أي حد أو ان احنا أحسن من الناس. دايما زوجي دايما كان يقول انا مش احسن من حد، بس مفيش حد احسن مني. بمعنى ايه؟ نحن كلنا سواسية، بتختلف خبراتنا، بتختلف تجربتنا في الحياة، ولكن في النهاية احنا زي بعض، فممكن كل واحد فينا يتعلم من الاخر ويستفيد من الاخر. اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي ايه الدرس اللي اتعلمته من شخص غير متوقع. وانا يمكن احكي لكم على درس اتعلمته من حد ما كنتش اتخيل اني اتعلم منه حاجة. اشوفكم المرة الجايه.